السلام عليكم. اليوم عندنا انمي كان على عيون كثيرة من الناس لانه من الاقتباسات القليلة اللي من ويبتون، وهو واحد من اعمال استوديو مابا اللي راح ينتج اتاك اون تايتن الجزء الاخير، واللي تكلمنا عن التريلر حقه من قبل في فيديو تلاقونه في الكارت. خلونا نراجع ونقيم العمل بدون حرق في البداية، ثم نتعمق في الحرق شويتين، وبعدها نشوف هل كان قد التطلعات او لا. God of High School هو مانوا على ويبتون تتكلم عن بطولة فنون قتال بنفس اسم العمل، وكل الأسلحة والطرق القتالية مسموح بها، وبما أنها مانوا فمكانها كوريا بدل اليابان، وجائزتها هي أمنية واحدة للفائز. مع الإعلان ببداية البطولة نشوف بطل الإنمي جين موري واللي متخصص في فن قتال التايكواندو بما أنها كوريا، يدخل البطولة ويتعرف على شخصيته راح يشاركونه مشواره في البطولة دايوي وميرا، والبطولة نفسها كانت من منظمة خفية مليئة بالأسرار واللي راح نكتشف خططها ومبتغاها مع مرور القصة. الإنمي زي ما ذكرنا من إنتاج استوديو مابا بترخيص من كرانشي رول واللي كان 13 حلقة. وبعد ما خلصنا المعلومات العامة خلونا نخش في مرحلة ما قبل الإنتاج واللي تعد أضعف نقاط العمل بدون منازع. الإنمي صدمني وبقوة في كيف ممكن ينتج شيء بالتسارع هذا، مع العلم أني ما اطلعت على المانوا الأصلية، لكن التسرع في القصة والأحداث واضح جدا، وأي متابع مهما كان مستواه متعمق أو لا راح ينتبه لهذا الشيء. فالأحداث اللي خارج الحلبة وما فيها قتال لو تجمعها كلها ما تطلع بثلاث حلقات، وهذا خلى ترابط المشاهد بالشخصيات شبه معدوم للأسف. وكان الهدف في الانمي هو التركيز على القتالات بأكثر قدر ممكن، ومع اني احب الانمي يكون سريع في الطرح الا ان هذه المرة شفت وش ممكن يصير لو زاد عن حدها. بالنسبة للحوارات بين الشخصيات كانت هي الشيء الوحيد اللي ممكن تستخدمه عشان تتعلق بالشخصيات، وكانت متوسطة الجودة لكن على الأقل موجودة. ومع كل كلامنا هذا إلا أن لازم نذكر أن القصة في الأصل جدا عادية ومكررة، والعمل ما طلعوا أشهره إلا القتالات والقوة والشخصيات نفسها، فهل عشان كذا تم اتخاذ القرار في التسرع في القصة أو لا ما أدري، لكن الأكيد إن المنتج النهائي كان معدوم من الناحية الكتابية. خلونا من الجانب السيء في العمل وتعالوا نشوف الجانب الممتاز فيه. الإنتاج بشكل عام هو اللي أنقذ الأنمي من إنه يكون شيء لا يتابع. وخلونا نبدأ مع الإنتاج الصوتي واللي كان حضوره واضح من أول ما تشوف المقدمة أو الأوبنينج. فمن أغنية البداية تعرف إن المنتجين وضحوا لك إن الوضع راح يكون أكشن في أكشن، وش أحسن جانرة تمشي مع قتالات زي الدبستر. والصراحة تمنيت إنهم يخلون أغلب الأغاني من نفس الجانرة لأنها كانت شيء نادر تشوفه في أنمي، مو معناته أن الأغاني اللي اختاروها سيئة، بالعكس، لكن أحس كانت بتعطي العمل شيء مميز في هذا المجال. ممثلي الأصوات كان عليهم ضغط كبير في توضيح صفات ومشاعر الشخصيات في الأجزاء الصغيرة اللي يسمونها قصة، لكن أقدر أقول أنهم أدوا اللي عليهم، لكن ما أعطوا مساحة أكبر عشان يبرزون أكثر. وبالنسبة لي أشوف صوت جن بطل القصة كان أكثر واحد متقن لشخصيته، وفاجأني لما دريت ما عنده أدوار مشهورة أخرى. والمفاجأة الثانية كانت لما دريت رئيس المنظمة بارك موجن هو نفس صوت هيسوكا من هانتر اكس هانتر. المؤثرات الصوتية أيضا كانت موجودة بشكل قوي، خصوصا أن الأنمي عبارة عن قتالات أغلب الوقت، فكان لازم تكون الضربات والتقنيات بنفس جودة الرسم والتحريك، وهذا اللي صار. وعلى طاري الرسم خلونا ننتقل للإنتاج المرئي. خلونا نبدأ كلامنا ونقول إن أتاك أون تايتن في أيدي أمينة لا تخافون عليه، لأن بدون مبالغة كان في قتالات منتجة بجودة عالية جدا تحسها طالع من واحد من الأنميات القوية، لكن أرجع أنبه وأقول إن مو كلها بنفس المستوى، في تفاوت كبير في الجودة، وهذا شيء طبيعي لأن في الأخير محدودين في تكلفة معينة. واللي شفته مميز في القتالات هو شيئين، الأول هو الكوريغرافيا واللي تحسها مأخوذة من مقاطع قتال حقيقية، خصوصا كيف يتفاعلون الأجسام مع بعض بعد الضربات والاحتكاكات. الشيء الثاني هو كيف أن الكاميرا ما تتحرك مع القتال، إلا أن المحررين يستخدمون الأيدي والغبار وحركة الأجسام في توليد انتقالات نظيفة بين المشاهد، وهذا يخليك تخش مع أجواء القتال بشكل أكبر كمتابع. من الأشياء اللي حسيتها حلوة بعدين حسيت انها كان ممكن تصير افضل هو تعامل المنتجين مع الاضاءة، خصوصا في الحلبة، وبحكم ان الانمي اغلبه في الحلبة فهذا الشيء خلاني الاحظه، وبعدها ما قدرت ما اشوفه وهو الانارة البرتقالية داخل الحلبة، كان ممكن توضع بشكل افضل من انها لون برتقالي مسواله فيد بسيط. وفي النهاية وقبل ما نخش في الحرق نعطي God of High School 3.3 من 5، وخلونا نتكلم في الحرق الان. راح نوضح النقاط اللي ذكرناها عن القصة، ومن هنا نشوف ان في شخصيات
جت وماتت والشخصيات تأثرت بالموضوع، لكن كل هذا كان في حلقة واحدة، والحلقة اللي بعدها كان ما صار شيء والموضوع صار قديم. وهذا يوضح لك السرعة المجنونة في الأحداث. بالنسبة لتصاميم الشخصيات كانت رائعة بالنسبة لي، خصوصا آخر حلقتين يوم شفنا هذه التطورات. ومن أول ما طلعوا اللوحة اللي توضح كيف القوة تتشكل على أساطير قديمة لفت انتباهي ووكونغ أو مونكي كينغ، وفي الأخير طلع هي نفس قوة البطل مع النيمبس والنايبو. بالنسبة للقتالات كانت كلها جميلة ما عدا هذا، حسيت استخدم طريقة رسم خربت جو القتال للأمانة، وهذا لا يعني أن الإنتاج كان سيء قد أن الطريقة مختلفة وبقوة عن الإنمي فطلعني من جو القتال. وفي الأخير حاب أقول أن استوديو مابا نجح في أول اختبار، وباقي الاختبار الثاني واللي بدأ مع هذا الموسم. وفي نهاية الفيديو أعطونا رأيكم عن العمل إذا شفتوا، وأعطونا أنميات ثانية نراجعها أو نوصي فيها، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو الجاي على ألف ألف خير.